مجموعة من الملابس هنايا ديال خارج وكذلك الجداد في حي العيون قرب شارع فلسطين قرب جمعية حماية الأقاليق البيضاء. مرحبا. كما كتشوفوا عندنا هنايا مجموعة من الملابس بحال هذا الشكل هذا، كذلك جيت تفرج هكذا ملابس ديال الدراري الصغار وكذلك ديال البنات الصغار. كما كتشوفوا تبارك الله هذا راه قطن، شي حاجه ممتازه تبارك الله. انتم تشوفوا شوف عبد هنايا هذا كازيو، هذا كما كتشوفوا ديال الدراري الصغار. انتم تشوفوا شوف هنايا سيد الحماد روح منا شوف اللي كان رمضان. انت تشوف مجموعة من الملابس هنايا ديال كازيو وكذلك دير لهم هكا بحال الوراقي باش انا نجي. زيد بوتيك. شوف انت دير هاك بحال الوراقي بحال هكذا هكذا. كاع هادو قطن دوريجين ديال الخارج كما كتشوفوا ديال الدراري الصغار وكذلك ديال البنيتات الصغار اللي كيتراوح العمر ديالهم من عامين حتى 3 سنين 4 سنين 5 سنين المهم 6 سنين جميع الاعمار تقريبا كاينه هنايا كما كتشوفوا. وكاين كذلك اللي كتجيها اللي منا عندنا كسوه جديده هنايا كما كتشوفوا. هانتوما تشوفوا هذا الشيء كامل جاي من الخارج. هانتوما تشوفوا هادي كبار مقاس كبير شويه كنعاود نجيها اللي منا كما كتشوفوا. هادي توب كاين مجموعة من الملابس هنايا اللي زوينة تبارك الله كما كتشوفوا. هانتوما تشوفوا هاد الجاكيت شوف هادي أورانج التوب ديالها تبارك الله زوين. عاود هادي هذا سي عبد الرحمن، شوف عاود هادي، شوف، كذلك عندنا بهاد الجهة اللي منا ديال الدراري الصغار عاود، شي حاجة ديال القطن، شي حاجة اللي زوينة كاليتي، هانت تشوف سي عبد الرحمن، هانت شوف هنايا. شي حاجة اللي في مستوى تبارك الله. الجهة اللي منا عاود كذلك هنايا كاين جاكيت ديال الجين وكاين حويجات زوينين هنايا تقليديين جافادور بحال هكدا سيوات ديال الصيف. المهم مرحبا بكم في بوتيك مروة اللي تواجد هنايا في الحي. معايا سي عبد الرحمن هاك كاين عاود كذلك هانت تشوف ديال الصيف. وهاد الجهه اللي منا فيها السراول ديال الدراري الصغار ديال القطن شي حاجه اللي دوريجين كما نقولوا بها هانت تشوف بها في السروال ديالها مثلا انت تشوف وكذلك كاين عاود هادو عاود شي حاجه اللي دوريجين ديال القطن السراول انت تشوف هادو اثمنه مناسبه انت تشوف هانت شوف عاود هاد السروال سي عبد الرحمن تبارك الله شكي داير ما شاء الله. كذلك شوف هنايا عاود السروال ديال الجين ديال الدراري الصغار يا سلام شوف تبارك الله هادو كاملين بجودة ممتازة وثمن زوين تبارك الله. مرحبا بكم في بوتيك متواجد هنايا في الحي.
حي العيون. حي العيون تبارك الله. بوتيك مروى بيلا. تبارك الله بيلا، مرحبا بكم. شكرا سي عبد الرحمن. مروى ولا سارة؟ مروى بيلا. كاين السيكان اللي هيعاود فوق فوق، كاين السيكان وكاين الحمد لله كاين بيت شاف تبارك الله كما كتشوفوا. السي عبد الرحمن ها تشوف الله كاين